مرشح محتمل بالرئاسة الأمريكية تيد كروز كان في مناظرة امبارح قال، لما سئل في مناظرة المرشحين الجمهوريين ما الذي يمكن فعله لتدمير داعش، قال: نحن نحتاج إلى رئيس يظهر شجاعة مثلما فعل الرئيس المصري السيسي المسلم عندما تحدى الإرهابيين المتشددين الذين يهددون العالم. وأوضح كروز أن ما يجب عمله لمحاربة التنظيم هو التأكيد على أن الانضمام لهذا الكيان الإرهابي أو شن حربا تكفيرية ضد أمريكا معناه أنه يمضي على أمر بقتله.